استعينوا بالصبر والصلاة حتى يصرف الله السوء ويفرج الكرب ويكشف الضر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. أقدم لكم معالي الدكتورة مي كيلة وزيرة الصحة لتضعكم في صورة آخر تطورات الحالة الوبائية في دولة فلسطين. شكرا. مساء الخير. سجلت خلال 24 ساعة الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا. إصابتان لزوجة الممرض الذي أعلن عن إصابته يوم أمس من يطا ويعمل في مستشفى المطلع، وطفله البالغ من العمر 6 سنوات. 9 إصابات في مخيم شعفات وضاحية السلام قرب بلدة عنيطة. مجموع الإصابات في فلسطين بهذا تصبح 495 إصابة. سجلت حالتا شفاء من مستشفى هوغو شافيس بالترمسعية والأخرى من فندق جراند بارك برام الله، الحمد لله على سلامتهم. بذلك يرتفع عدد حالات الشفاء في فلسطين إلى 105 حالات. سجلت حالة انتكاسة واحدة لمريض في مستشفى هوغو شافيس بالترمسعية، مما يرفع عدد حالات الانتكاسة إلى 18 حالة، أي ما نسبته 3.6% من مجمل الإصابات، وفي العالم توجد نسبة 14%، فنحن لسه أقل. وود أن أشكر السيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الذين اتصلوا كل من مكانه ليتساءلوا عن موضوع الانتكاسة، يعني متابعين معنا شوي شوي. وبذلك عدد الحالات النشطة أي التي لا تزال مصابة يبلغ عددها 386 حالة. يعني إحنا الأول حكينا اللي شخصت، يعني شخصت وتعافت واللي ضلت والآخرين، لكن الموجودين حالياً هي 386 حالة. في المحافظات الشمالية 128 حالة، المحافظات الجنوبية 7 حالات، محافظة القدس لوحدها 251 حالة، في مدينة القدس داخل الجدار 129 حالة، بضواحي القدس 122 حالة. يعني محافظة القدس تشكل أكثر من 60% من حالات في فلسطين، ونتمنى الشفاء العاجل لأهلنا وللحالات المصابة في القدس وفي جميع أنحاء الوطن. عدد الحالات المصابة حسب الفئة العمرية من 0 إلى 9 أعوام 7.6% من الحالات، من 10 إلى 19 عام 11.7% من الحالات، فئة الشباب 20 إلى 59 نسبتها 72.9% من الحالات، من 60 إلى 69 7% من الحالات، أكبر من 70 سنة 3 حالات، أي بنسبة 0.8%. عدد حالات الإصابة في صفوف الكادر الطبي ارتفعت إلى 9 إصابات، أي بنسبة 2.6% من مجمل الإصابات، فيما بلغت نسبة المصابين من مخالطي الكادر الطبي 1.2%. نسبة الإصابة في صفوف العمال ومخالطيهم 74% اليوم، لأنه زادت في الفئات الثانية. العدد الإجمالي للفحوصات هي حوالي 28500. أما بخصوص الحجر الصحي المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة، ففي الحالات الجديدة اليوم بلغت 1190 حالة، الحالات الموجودة الآن 13046 حالة، الحالات التي أنهت الحجر 34328 حالة. عدد الموجودين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة 253 حالة، وأما الحالات التي لا تزال في مستشفيات الداخل أو الحجر المنزلي داخل الجدار فهي 132 حالة. بالنسبة إلى حالة الأسير التي أعلن عنها بالأمس والذي قد تم اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال وتم فحصه وكان إيجابياً فلا يزال يقبع في المعتقل ومعزولاً، أما بالنسبة إلى عائلته
فتم عمل الفحص وجميع أفراد العائلة التي تم فحصهم يعني الفحص سلبي، أي لا يوجد يعني ما عندهم مش العدوى بفيروس الكورونا، ولكنهم لا يزالوا تحت الحجر المنزلي لمدة 14 يوم. نتمنى للأسير أن يخرج بأسرع وقت ممكن. تقوم طواقم الصحة، طواقم وزارة الصحة بإجراء دراسة مسحية للوباء منذ أسبوع للمواطنين الذين هم على احتكاك مباشر مع المستوطنين في المهن المختلفة وفي المحلات التجارية على الشوارع الرئيسية التي يمر منها المستوطنون والمحلات التجارية واللي بده يعمل بنشر واللي بده يعمل ميكانيك، يعني في كل هاي المناطق وفي القرى المحاذية لجدار الفصل العنصري. يعني احنا التارجت تبعنا هدفنا انه نعمل 5000 مسحة لكل هاي، وبس تطلع النتائج المسوحات ان شاء الله خلال يومين نعلن لكم اياها. نتمنى لكم صياما مقبولا وافطارا هانئا في بيوتكم، وابقوا في منازلكم. علمني اياها، ابقوا في منازلكم، حمى الله فلسطين واهلها، والسلام عليكم. شكرا، شكرا للدكتورة مي على هذا العرض السريع للحالة الوبائية في فلسطين. كالعادة بدي في بعض الأسئلة اللي أثيرت قبل حول ليش احنا ما سمحنا لطلاب الصحافة بأنهم يطرحوا الأسئلة في هذا المؤتمر. السؤال: هل يجوز لطالب سنة رابعة أو سادسة طب أن يمسك مبضع الجراح؟ فقط هذا السؤال. والدكتورة يساعد بيقدرش يعمل عملية، تمام. لذلك لهذا السبب فاللي بيعمل في الجسم مش مسموح يعمل عملية جراحية وهو طالب، ما بالك باللي بيعمل بالعقول. فهذا يعني كان السبب بأنه احنا بنشجع طلاب الصحافة وطلابنا، واحنا بنشجعهم انه يحضروا ويشوفوا كيف بتنسر الأسئلة، واذا كان معلمينهم معهم يدربوهم على كيفية طرح الأسئلة، هذا بكون كثير منيح. هاي على الرصد اللي على الفيسبوك، في الفنان علاء أبو دياب كاتب شيء بقول إنه سيتم توزيع الدعم الحكومي للمتضررين من أزمة كورونا، وسيحصل كل فرد على آيتين قرآن كريم، عدد واحد قصيدة شعرية شعر عمودي، عدد اثنين قصيدة شعر حر، حبتين قطايف من أم شادي، يراعي التشكيل جوز وجبنة، وتعمل الحكومة على توفير بعض النثر والمعلقات الجاهلية والبقلاوة خلال الشهر الفضيل، حيث ستكون أول بلد بالعالم يعالج أزمة كورونا بالبلاغة والقطايف. بالبلاغة والقطايف يا علاء، واسمح لي أنا اليوم بعد ما قريت هذا البوست لك نفسي أمارة بالشعر، وفي رحاب أجواء الشهر الفضيل حيث تنهض قيم الغيرية وتتوارى الأنانية، بالفعل أجد نفسي أمارة بالشعر، وشعر من ديوان صاحب المتنبي وعاشقه الراحل الكبير محمود درويش: فكر بغيرك وأنت تعد فطورك، فكر بغيرك، لا تنسى قوت الحمام وأنت تخوض حروبك، فكر بغيرك، لا تنسى من يطلبون السلام وأنت تسدد فاتورة الماء، فكر بغيرك، من يرضعون الحمام، من يرضعون الغمام وأنت تعود إلى البيت بيتك، فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام وأنت تنام وتحصي الكواكب، فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام وأنت تحرر نفسك بالاستعارات، فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام وأنت تفكر بالآخرين البعيدين، فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام. هذا الشعر ينهض في زمن الغيرية وتتوارى الأنانية في هذا الشهر الفضيل، ورغم وطأة الداء والوباء
وهذا البيات الشتوي القصر الإجباري في الملاذات الإجبارية التي فرضها فيروس كورونا الذي لا يرى بالعين المجردة. نستذكر نحن الجيل الذي كان طفلا في الخمسينات، إحنا نستذكر كيف كان الأيام رمضان وليالي رمضان الطيبة، لا كان في قطايف ولا كان في كنافة، كانت هرايس أبو محمد هي الحاضرة بحضورها الوارف على المائدة، فقط حتى نستذكر تلك الأيام الطيبة. شوف هذا ملف العالقين، لازال قيد المتابعة والاهتمام الكبير من أعلى هرم السلطة وسيد الرئيس أوعز إلى وزير الخارجية لأن يعمل كل ما من شأنه لإعادة العالقين ليس فقط في الأردن بل في جميع دول العالم ولا سيما الطلبة. ولكن تعلم أن الأحوال لا تسمح بإمكانية تحقيق هذا الهدف في الأردن، هناك إجراءات لا زالت جارية على قدم وساق ولا سيما موضوع إعادة تدريجية للعالقين في الأردن، وأعتقد أن ذلك سيتم في القريب العاجل إن شاء الله. تفضل يا دكتورة. بالنسبة للمسح العشوائي، عشوائي معناه عشوائي، يعني هي اسمها يعني جاء اسمها. هلا احنا اخذنا من الشمال للجنوب وخاصة في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية اكثر، انه في هناك على الطرقات اللي بمروا منها المستوطنين في هناك دكاكين او بنشرجي او دكانة عصير او الى اخره، بمر المستوطن باخذ او بصلح البنشر او احنا يعني بنسمع عنهم كثير هدول، انا شفتهم بعيني حتى في بعض المناطق هون في قرى شمال غرب رام الله. وبالتالي هدول اكثر ناس عرضه، يعني اللي نبهنا لهالموضوع الله يرحمه نشأة المدلل، لانه نشأة المدلل من قريه برطع وهو من قريه صيده بس فاتح ملحمه في برطع، اللي كانوا يرتادوا عليه اللي عشان يشتروا اللحمه ملحمه اللي كانوا يرتادوا عليه هم المستوطنين، وبالتالي المستوطنين الحرديم حتى اللي يعني اللي عندهم الفيروس اللي جاي من ايطاليا. فبالتالي حتى اجته كثير قويه، الف رحمه لروحه وقضى يعني نحمه. وبالتالي احنا نبهتنا كثير انه لازم نشوف كل اهلنا اللي عندهم حوانيت، بس انا ذاك ما كانش عندنا سوابس كثيره، هلا لما توفرت السوابس اول شيء فكرنا فيه انه نروح هدول، احنا قربنا نخلصها راح تكون من بين 5 ل 6000 عينه، وهذا شيء كثير منيح. رحنا فيه على 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 كل شوارع الاستيطان وين بدنا ناخذ اخذنا حتى انه فعلا نكشف، لانه في بعض المحافظات ما صفر فيها حالات، فاحنا يعني بدنا نكشف اذا فعلا صفر وان شاء الله تكون صفر الحالات فيها يعني غير مصابه، ام انه في ناس مش مبينه. فاحنا بهاي الهدف منها انه اولا نتبع على مسار انه المستوطنين انه ممكن يجيبوا العدوى لناس لاهلنا انه احنا نتبع عليها، ثاني شيء انه هاي الجيوب اللي ما حدش منتبه لها ممكن تكون، فان شاء الله فاحنا اي حدا ممكن يكون هناك حنوت بنمر عليه وناخذ. بالنسبه للاعداد لا معلومات دقيقه لدي لانه كل يوم بيسجلوا الناس لسه، يعني ما في اعداد دقيقه تتوفر لدى السفاره الفلسطينيه في عمان حول العدد الحقيقي للمرتقب عودتهم إلى أرض الوطن، ولكن هناك ترتيبات تجري بالتعاون مع الحكومة الأردنية لإمكانية، لأنه هؤلاء موجودين على مساحة المملكة، إمكانية هناك تدابير احترازية أردنية نريد أن نحافظ عليها، وبالتالي كيف يمكن لنا أن نحقق هذا الهدف. العدد ليس معروف حتى الآن بدقة، وفيما لو جرت العودة، العودة التدريجية تسمح بإمكانية استيعاب العائدين إما بالحجر المنزلي أو بالحجر في المحاجر التي أعدت سواء في أريحة أو في غيرها من مراكز الحجر الصحي اللي في كافة المحافظات، مش راح يكون هناك خلاف. هناك كاميرا تقيس درجة الحرارة للقادمين ركبت على الجسر دون حضور بشري، ويمكن من لهم درجة حرارة عالية فرز القادمين بدرجة حرارتهم وبالتالي إجراء الفحوصات للمشكوك في إصابتهم. وأيضا في الولايات المتحدة حتى وفي كل دول أوروبا هناك من يصاب بيقولوا له خليك في البيت،
فقط، يعني ما لا يقدم له أي شيء، فقط العلاج الحجر والعزل. والحجر البيتي هو أفضل علاج لمن يبتلى بهذا الفيروس. تفضلي. يعني إذا تسمح لي أضيف شوي أخي أبو بهاء، إحنا حاليا زي ما تفضل أخي أبو بهاء على مساحة كل المملكة الأردنية، وزارة الخارجية عم تتلقى كل الطلبات من خلال سفارة فلسطين بالأردن. إحنا الاتفاق ما بين وزارة الخارجية ووزارة الصحة عشان نستطيع أن يعني أن نتابعهم جيدا ونعطيهم حقهم بالفحوصات، بدنا نأخذ الحرارة زي ما تفضل الأخ أبو بهاء، وكمان نعمل فحوصات لهم. فهذا إحنا طلبنا إنه ما يزيدوا عن 600، إحنا كوزارة الصحة طلبنا إنه ما يزيد العدد عن 600 ماكسيمم باليوم، إذا بكونوا 400 بكون أفضل، يعني بين 400 ل 600. حاليا في هناك إجراء لترتيب ذلك، وإحنا ساعتها سنفصلهم، اللي فحصه إيجابي بدنا نوديه على العزل، اللي فحصه سلبي رح يروح على العزل المنزلي. الكل بده يعرف إنه كله رايح على العزل المنزلي لمدة 14 يوم، يعني من هاي المنصة كل واحد في الأردن أو أي واحد بده يجي على فلسطين سواء من الأردن أو من غيرها بده يجي على فلسطين راح ينعمل له فحص وينحجر 14 يوم في البيت. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للعمليات المبرمجة، تسمحوا لي، العمليات المبرمجة هي بلشت ترجع شوي شوي زي ما تفضلت. إحنا زي ما شفت أنت مبارح أنا أعلنت إنه العيادات بلشنا نرجعها رويدا رويدا، طبعا مش مرة واحدة، لأنه كمان إحنا في عنا الإجراءات السلامة العامة اللي لسه ولا حدا متبعها. أنا من خلال مبارح واليوم أنا ألف حتى كنت أحكي مع الأخ أبو بهاء، قلت له مش لازم نشدد عليها، إنه الكل لازم يحط الماسك والكل لازم يحط جلوف قفازات. الناس كلها ماشية بدون الماسكات، والماسك يعني خلوني كمان عن منصة بحبش خليني، الماسك يعني مش ضروري هاي الزرقاء اللي معانا اللي هي السيرجيكال أو إشي، يعني مش ضروري هاي 100%، ممكن الواحد يعمل من قماش زيها في البيت ويستعملها. فبالتالي كل لازم في الشارع يكون حاططها، هذه الأساس حتى على التخفيف، على تخفيف الإجراءات. احنا راح نبدا نرجع الحالات وفقا لما يرتئيها الاخصائي، هو عنده قائمته، هو بده يصير يدعي الناس رويدا رويدا. بالنسبه للجائحه الوبائيه الموجوده في كل العالم، هناك دراسات من علماء الاوبئه في العالم تقول، واحنا شايفين كذلك ايضا في وزاره الصحه، انه لسه الجائحه ما اكتملت في العالم. جائحة نقدر نستطيع ونكون متفائلين انها راح تروح اذا في هناك مصل، يعني في هناك فاكسين، ايش تطعيم، لقاح. اذا في لقاح بنعطى للناس ساعتها بنقدر نقول انها بلشت الوبائية انها تختفي من العالم، لانه كل اللقاحات اللي احنا بناخذها واللي بياخذوها الاطفال وهم صغار هي عباره كانت وبائيات وعالجوها باللقاحات. اليوم انا سمعت خبر منيح من الإعلام مش من شيء مؤكد، بس أكيد بكرة بنزل على الخبر، إنه في بريطانيا أعطوا اليوم أول لقاحين لتنين متطوعين عشان يجربوا. إذا وجدنا اللقاح ساعتها نستطيع أن نقول إنه الوبائية إنها بدأت إنها تخف، لكن طول ما في لقاح وما في علاج دواء، لأنه كل أدوية نعطيها أدوية تجريبية مش أدوية 100%، فبالتالي في يعني الاحتمالية الكبرى أنها تيجي بشهر 10 و11 و12 مع الإنفلونزا، لأن هي نوع من الإنفلونزا بس شكلها مختلف، فبالتالي إذا بدها تيجي بتيجي بالإنفلونزا. وحتى يعني منظمة الصحة العالمية بتقول كمان ممكن تيجي موجة صغيرة في آخر 7 أول 8، فإحنا في انتظار وترقب ورصد، هذا اللي بنقدر نشتغله. بدي أضيف للمقالة معالي الدكتورة أنه النسخة اللي عندنا الآن ماخذة شكل يو بالعكس، والنسخة القادمة اللي بيحذروا منها ممكن تأخذ شكل أم. هذا اللي ممكن. بالنسبة لسؤالك حول بعض الخروج، هذا اللي يبدو كما لو أنه عادة الحياة لطبيعتها، لا لم تعود الحياة إلى طبيعتها، نحن نتمنى أن تعود الحياة إلى طبيعتها من يوم غد، ولكن هذه العودة المعقمة للناس في الشوارع مع اتخاذ التدابير الاحترازية لا سيما في المناطق الأقل إصابة أو التي لم يحدث فيها إصابات، ما أخذين بعين الاعتبار
أنه هناك دراسة دولية أو هناك جهود دولية ودعوات دولية للمواءمة بين التدابير الاحترازية الوقائية الصارمة وبين دورة العجلة الاقتصادية، لأنه من لم يمت بالكورونا لربما يموت بالسكتة الدماغية الاقتصادية، الدول تموت أيضا كالشعوب كالأفراد. لذلك هناك حالة وحرص على المواءمة والتوازن بين أن تعود العجلة الاقتصادية بخطوات مراقبة ومدققة وتأخذ التدابير الاحترازية الوقائية، وبين التدابير الاحترازية للمواطنين خلال حركتهم بالأسواق أو بالعمل في ظل هذه الجائحة. كل ما يتعلق بالرواتب يعود إلى وزارة المالية، هي التي تحدد في نهاية كل شهر حسب ما يرد إلى الخزينة كم هي النسبة التي تستطيع أن تدفعها، وبالتالي لا معلومات حتى الآن حول ذلك. المعلومات تكون لدى المالية في الأيام الأخيرة من الشهر عندما تفحص ما الذي ورد للخزينة. موضوع العمال، احنا بنعرف هذه الجائحة عملت زلزال في الكون، وأدت هناك شركات كبرى أغلقت أبوابها، وصار النفط صرت تدفع أنت، يعني أصحاب لأول مرة في التاريخ أصحاب النفط بيدفعوا لك مشان تشتري بضاعتهم تأخذها ببلاش وبيدفعوا لك كمان فوق. إحنا الآن في ظل هذه الأوضاع الغير طبيعية الاستثنائية، هناك حالات استثنائية صحيح، في هناك أعراض لتعرض بعض الموظفين للتسريح من العمل، ولكن هناك اتفاق بين وزارة العمل وبين القطاع الخاص للحفاظ على حق الموظف بالبقاء في عمله وتطبيق الاتفاقية كما أبرمت بين وزارة العمل وبين القطاع الخاص، ولن تتردد الحكومة في متابعة هذه القضية وهذه الاتفاقية حتى يتم تطبيقها. وبنقول اللي حملوا مع القطاع الخاص في زمن الرخاء مش من الشهامة أن نتركهم على قارعة الطريق في زمن الوباء. شكرا للجميع، وإن شاء الله إفطار هنيء وشهي. هاي فقط من الأطفال، تجليات هذه المنصة ظهرت رسومات للأطفال، جوري وكندا، أهدوني هاي الرسومات. لاحظوا الإيجاز الصحفي يحضر برسومات الأطفال الجميلة. نشكر جوري وكندا وكل الأطفال اللي بيتبعوا واللي بيتأثروا واللي بيصلهم هذا الإيجاز. نتمنى لكم صوم مقبول وإفطار هنيء، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا.